حماس ومتعة مع هذه الأشواط الرئيسية. استمتعوا يا مشاهدين ومتابعين الإنتاج والمنتجين. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق على بركة الله الشوط الرئيسي الخاص بالإنتاج والمنتجين مع هذه الأشواط العامة، حيث نشاهد معكم شعارات أبناء القبائل في هذه المنافسات والتحديات على مدار الاثنين كيلومترات. وإلى المقدمة مباشرة لنتابع صدارة ومقدمة الشوط. هذه مثايل في المقدمة والصدارة بشعار عرار بن شبيب بن عرار رمزان النعيمي، من يدفع لنا بمثايل على الصدارة الأولى وعلى المركز الأول، نقلة مباشرة إلى المركز الثاني. أو تابع شعار السناري القادم مع هذه اللحظات من خلال عسيلة اللي وصلت وخذت المركز الثاني. مسفر بن علي بن عبيد السناري يقدم شعاره ويدفع بعسيلة على ثاني المراكز وثالث المراكز. شوف الشعار القادم من الجانب اليمين، ما شاء الله الوصول في هذه اللحظات من الهبة فهيد بن محمد الرزقة العجمي، وشعار بن بيشان يتواجد بهذا الانطلاق بشعاره الفسفوري، ناخذ المركز الرابع. من وصلت في هذه اللحظات العبور لفاران بن عتيق البريد المري يقدم شعاره مع هذا العبور من العبور الواصلة بقوة. بينما في المركز الخامس هناك نوايد محمد بن بخيت بن قريع المري، من يقدم لنا نوايد في المركز الخامس، ولكن العودة إلى شعار بن بيشان من خلال الهبة والتهبت المنافسة في هذا الشوط الرئيسي. ما شاء الله مع هذا الانطلاق شوط الانتاج والمنتجين. الله 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 الله، هنا مشاهدينا الاعزاء الهبه في مقدمه الشوط والعبور تعبر مع اللحظات الاخيره. يا سلام على هذا الانطلاق مع العبور لفاران بن عتيق البريد المري، من يهاجم في اللحظات الاخيره، ثنائيه جميله ما بين الهبه والعبور، المنافسات الاخيره ما شاء الله على هذا الانطلاق في اللحظات المثيره ما بين الثنتين، بين الهبه بين العبور، المنافسات الاخيره في الامتار الاخيره. الله الله على هذا الانطلاق، ولكن الصدارة مع بن بيشان من خلال انطلاقة الهبة مع المركز الأول، وتسجل هذا الحضور المشرف بهذا الانطلاق مع الناموس والانتصار. وسلام يا الهبة، سلام سلام يا بن بيشان، هنيالك الانتاج الفاخر مع الهبة التي حققت ناموس هذا الشوط. تهاني الفهيد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي. بينما ثاني المراكز من وصلت العبور في المركز الثاني مع فرام بن عتيق البريد المري، المركز الثالث كان الوصول من مثايل لعرار بن شبيب بن عرار الرمزان النعيمي، والمركز الرابع المركز الرابع من وصلت عوايد لمحمد بن عامر الفيده المري، وخامس المراكز المركز الخامس من نصيب الغاريه لصالح بن حمد بن صالح بو شريده العذبه. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء، وتابعنا الهبه التي صمدت حتى اللحظات الاخيره في منافسات هذا الشوط الرئيسي، وكان الحضور المميز من الهبه التي حققت ناموس هذا الشوط بشعار فهيد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي. تهانينا يا بن بيشان على هذا الحضور المشرف من خلال الهبه التي سجلت هذا التواجد الصباحي على ارضيه ميدان التحدي في هذه المنافسات ضمن السباق المحلي الاول وملخص شوطنا الماضي ولحظات العبور من الهبة إلى خط النهاية وإلى ناموس هذا الشوط. لنتابع التوقيت الزمني المسجل مع هذه الانطلاقة الرئيسية. توقيت الهبة هو دقيقتين 51 ثانية و65 جزء من الثانية، ما شاء الله توقيت مميز يسجل مع الهبة. تهانينا لفهيد بن محمد
الرزق العجمي، بينما ثاني المراكز كانت العبور بتوقيت دقيقتين 52 ثانية 7 أجزاء من الثواني. تهانينا لمالك العبور فاران بن عتيق البريد المري. أما ثالث المراكز فكان الوصول مشاهدينا الأعزاء من شعار النعيمي مع مثايل بتوقيت دقيقتين 54 ثانية 41 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعرار بن شبيب بن عرار الرمزان النعيمي على فوز مثايل بالمركز الثالث.